بسم الله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اسمك يا سيدنا النبي أجمل من العطور والزهور، ويوم شفاعتك لينا يا سيدنا النبي هتخلينا نسكن الجنة ونعيش في القصور. يوم ميلادك يا سيدنا النبي بيستناه الكبير قبل الصبي، والأرض والسماء بتشهد على ميلادك يا سيدنا النبي وبتشع نور. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر، دلوقتي موجودين في مزرعة المعلم حمادة يعرفنا على الأسعار الجاموس العشر الخام. الصلاة على النبي، ما تبخلوش انا باللايك والاشتراك في قناة اصل الريف المصري 1 و2 و3 على اليوتيوب، وطبعا على الفيسبوك والتيك توك وبرنامج كواي. ازيك يا معلم حمادة؟ ازيك يا استاذ؟ ايه الموجود كده بالصلاة على النبي كده تعرف المشاهدين النهارده، وعاوزين كده اسعار بما يرضي الله. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ست بهام عشر، ست بهام عشر وعجلتين فاضيين، وعجلتين فاضيين. نبدا كده بالصلاة على النبي كده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ربنا يحمي المال اصحابه. الله اكبر. بالصلاه على النبي. الله اكبر. اقف يا معلم حماده كده بعد اذن حضرتك، اقف اتفضل يا باشا، اربط بعد اذنك، اربط كده. صل على الرسول. بالصلاه على النبي يا جماعه، ادي الارضيات ها، وادي الحلبات. بالصلاه على النبي، اللهم صل على النبي، ربنا يحمي المال اصحابه. بص يا باشا، اربع حلبات. بالصلاه على النبي، اللهم صل على النبي. عمرها دي يا معلم حماده دي؟ مش مهم تفتح السن، ما السن ده فتحته لوحدها. كل حاجه باينه قدام المشاهد على الطبيعه. بالصلاه، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، عجل بالصلاه على حضره الجمال النبي. 10 كام دي؟ 10 6 نضاف و6 نضاف، 6 نضاف وماشيه في السابع. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. واعي يا غالي، لا يا غالية. دي بقى ستة انضاف وماشية في السابع من أعلى سلالات الجاموس. اللهم صل على النبي. من أعلى سلالات الجاموس. دي عاملة كام يا عم عربي؟ الوكيل ربنا، الوكيل ربنا ب 34,100 جس و100 حبالة. والله 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 أقسم بالله ب 37 لو مجموعوها بتاع الجماعة اللي إجاب كده يا محمد. بسم الله الله أكبر. شفت الفحلة؟ اللهم صل على النبي. من أعلى صنف بهايم. أدي الجاموس يا عم الحاج. قلت عامله كام دي يا عم عربي؟ الله الوكيل ب 34,200. وهتسلم 10 كام؟ 6 انضاف وبتشطب في السابع. سلم 6 انضاف. وسحبها بيع 7، بس انا بقى جافلك في الامان بقول لك الجساس قال لي 6 وماشي في السابع. بعد اذنك كده؟ بهايم من الاساطير. اصل الجاموس. والله العظيم في اي حته ثانيه يقول لك ب 40 عادي. ادي الارضياتها. ارضياتها ايه ده؟ بص الله اكبر. بسمة اللهم صل على النبي. سيئات الوش. عجل وش انت الله اكبر. راجل بيحلفني يصب تربه يا حب 40 دي وريها لي. دي احسن منها، واللي خلقت دي احسن منها. يا حب صب طول. والده بقى. خامه. بيقول لي خامه، انا ما صدقتوش. قال لهم الله يسهل عبادك. الله يسهل كل من كده. بص بس بس شغلت من ورا كده. بص كده. شايف البلحين دول؟ اللهم صل. شايف دي علامة الجاموس الاصلي. علامة الجودة. عايز اسس. بسم الله الرحمن الرحيم. اربط هنا يا حماده، اربط يا اربط هنا بالصلاه على النبي. بس اجمد يا معلم حماده الجاموسه. لا لا انت مش هتقدر كده، صحتك ضعفت. لا لا بقى الله اكبر. اللهم صل على النبي. اربط هنا جديد. هو يا عربي. الله اكبر. من اعلى سلالات الجاموس. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل عليك يا نبي. 7 واحده 5 كم؟ 1 7 واحده دي بتشطب في الساتر. الناحيه اليمين دي بتشطب في الساتر. 7 اهي. الناحيه الشمال دي 7 7 انضاف. ودي 6 الثانيه دي اختها. اللهم صل على النبي. شوف كده البضاعه دي. سلم 5 و7. شوف البضاعه. اللهم صل على النبي. دي 7 اهي. شوف كده اطمن على حلباتك كده. الله اكبر. اللهم اه يا جماعه الاربع حلبات عاملين ازاي؟ الله اللهم صل على النبي. هو كده بالصلاه على كل حاجه. في بقى يا بنت الكلب يا طيبه. والثانيه اهي، الثانيه برضه يا جماعه. حلبات عامله ازاي؟ شوف الوش كده والعظمه والفتحه البين. لف كده يا معلم حماده، لف لف كده، لف لف وصلي على النبي كده. صلي السنان لسه ولا عيد جبت سنه. اللهم صل على النبي. مره كده على الارضيات بتاعت الجهيم كده والاسيات بتاعت بسم الله ما شاء الله. السيات صلى على النبي. الصلاه على النبي. اللهم صل. كل حاجه باينه قدام المشاهده. الشاسيه عامل ازاي؟ اللهم صل على بالعظم. اللهم صل. 75,000 الاثنين دول بكام؟ تعالى يا محمد، تعالى انا يا حماده كده. يابا تاني والنبي بس عايزين نجيب لي نظره منهم عشان انا بقول لك فيت الدنيا كلها. 75,000 باذن الله. اللهم صل على النبي. اربط هنا.
فيها برضه صلاه على النبي. اللي تنضمك بكم بأمانة الله عم عربي كده؟ واحد الله لا إله إلا الله. البهام دي في ربنا خدتهم ب63 ألف، شلت 200 جسهم و200 حبالة غير طلعتهم من السوق، وأقسم بالله لو عايز يقضوا قضوها ب34 النهارده كنت محتاجها. ده هاي وقعدت سبعة وأختها هاي. هي صحابها بيعين لي الجساس قال لك إن هي ستة بس الجساس قال خمسة ومشطر في السابع. السلام عليكم. تحت كده السيرز كده يا باشا كل حاجه باينه. لا شفت العجله جلات من الظروف ولا كاب جيم ولا شغل البهام المعيوبه. اللهم صل على النبي. بص كده يابا كل حاجه باينه قدام المشاهد على الطبيعه. خلاص يا معلم حماد الكاميرا مبينه كل حاجه. اسس مش عجيب. اللهم صل على النبي. هات بيت العرض كده بالصلاه على النبي. اللهم صل على النبي. تريلا خارجه بالصلاه على النبي. صل على النبي كده باشا. 10 كم دي؟ 5 نضاف. 5 نضاف. اه. يا جماعة الخامات النظيفة بالصلاة على النبي. اه خامات بالصلاة على النبي. حلباتها برضه يا جماعة. الأستاذ خامات بالصلاة على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. تعالى على الجرامية دي نجيبها. سالم كم نضاف؟ 5 نضاف. 5 نضاف. السنة هاي نجيبها السنة بحقها يا لبنية ولا سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عمرها قد إيه حق؟ تطلع سنة وست أشهر. سنة وست أشهر. بس بهام متأسسة. بس كده. بس يا عم عالم. تطلع كده حمادة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى بقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا يلا ما اضربهاش بس ما اضربهاش. يلا الله اكبر. وش ادي الارضيات يا جماعه وادي السماحه وادي الوجه الجميل. بص القفز ولا عجله بقفز ولا عجله اه ولا دش بتحول. اللهم صل على النبي. على برضه ده عيب برضه هاتون عيوب مش الدش بتحول تعالى كده اوعى يا بالصلاه على النبي. اللهم صل على النبي. اربط يا معلم حماد اربط 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 هناك في الباب هناك ده. تمام يا غالي تمام تمام. بكم دي عم عربي بقى؟ الوكيل ربنا ب 28 ونص وشايل 100 جس و100 حبال ب 28 اقسم بالله ب 33 جولات الدنيا يقولوا عليها. اللهم صل على النبي. اهي يا عم فاحلى اهي يا عم. اللهم صل على النبي. قد بيت العرض كده بالصلاه على النبي كده. اللهم صل على النبي. اللهم صل. دي اللي جنب المزرعه؟ اتفرج يا باشا. اه يا باشا. اللهم صل على النبي. اطلع. العشر 5 نضاف في السادس. 5 نضاف وماشيه في السادس. اه. اخد ناس على سعر الدهام وخلاص العجيله عادي. لف كده يا حماد. لف عليا. الله اكبر جلفاء. لف كده. اقف يا باشا. اقف. الارضيتها يا جماعه. العجيله وخلاص الناس عماله تقول على الوش اهو مش شايف. الرجل بتاع والحلبات يا جماعه. حلبتها. اللهم صل على النبي. ربنا يحمي مال اصحابه. عيوب الصلاه على النبي. بكم دي يا عم عارف؟ بكم بامانه الله دي؟ وكلت ربنا. العجله دي ب 27000 ونص. 27000 ببلاش يا حضرتك. 500 جنيه. والنبي ببلاش. اللهم صل على النبي. بص يا محمد جلد اهو. الجلد اهو. مش عجله جلد تخين جلد عجله لسه هتجيب جرميه. كل حاجه على الطبيعه امام حضراتكم اهي. وربنا يبارك لصاحب النصيب وصاحب المال. اللهم صل على النبي. الصلاه على النبي. معانا 5 كنابل ذريه هما ولسه بيت العرض جاي. اه روح يا اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ربنا يحمي من اصحابه. خش يا معلم. خش يا معلم وصلي على النبي. كل اللي شفنا يا جماعه صلي على النبي. ها يا جماعه الارضيات امام حضراتكم كل حاجه على الطبيعه. اتفرج يا سعاده الباشا. الله اكبر الله اكبر. وضع اللهم صل على النبي السوبر. الله اكبر. العشر 5 نضاف يا باشا. 5 نضاف وماشي في السادس. اه كل العزيز والناس بس صلوا على النبي بس. عليه الصلاه والسلام. الله وادي الحلبات يا جماعه. وادي نظافه المال من تحتها. بص يا جماعه شوف السن كده يا باشا. شفت المال عامل ازاي؟ عيله ولا سنك يا صراحه. 4 حلبات. اوعى يا محمد العين العجل له. السلام عليكم. اه. الصلاة على النبي. تمام يا غالي تمام. يا اخي عجل بالصلاة على الحبيب. اه يا جماعة. الله اكبر. ده عجل متأسس ده. استاذ. اللهم صل على النبي. استاذ. اللهم صل على النبي. الله اكبر ولوش السماحة. مال طيب ربنا يبارك لصاحب النصيب. دي بقى عشان اريحك وكلت ربنا ب 29000 و100 جنيه. 29000؟ اه. و100 جنيه. و100 جنيه جسها. اللهم صل على النبي. من شراب الناس اللي متغام. اهي. اللهم صل على النبي. العش بتاعها 5 نضاف يا بيه. 5 نضاف. اه. تاني انت بتاع السعوديه. الحاج. اه.
بتاع السعودية يا رب يضرب عليك. استاذ صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. صلى على النبي. اسمحك 10 دقائق. صلى على النبي. صلى على النبي. يا جماعة. والطلبة. واتفرج على حلول العصر. صلى على النبي. قناة أصل ريف المصري على الفيس. صلى على النبي. 10 دقائق وهنبث بس مباشر. بص. صلى على النبي. 10 دقائق. بص حضرتك في السعودية صح؟ 10 دقائق. أساسيات. اللهم صل. البث مباشر. الله أكبر. خرج بيت العرض كده يا باشا. الله اكبر. ديك دي العشر بس. بقول لحضرتك طب طلع لي اللي تحت العشر بقى. البث المباشر يا عم بتاع السعوديه على دماغي. طلع لي اللي تحت العشر بيت العرض. يبارك لك هتلاقي كل البقى معانا ست كنابل ذريه هم كلهم عشر بالصلاه على النبي. معانا بيت العرض اهو. اللهم صل على النبي تحت العشر. تحت العشر وربنا يحمي المال اصحابه. بتاع الشرقيه عمل معاك الواجب ولا يا عم؟ اللهم صل على النبي. بقول لك يا ابا دي الوحده ودي الوحده ماشي يا باشا. الله يبارك لك. ربع ساعه بس. الاولانيه دي يا معلم حماد عمرها قد ايه؟ صفحه ايه يا باشا؟ صفحه اصل الريف المصري. ايه اصل الريف المصري على الفيسبوك. وصلت يا باشا؟ سنه على الفيسبوك. على الفيسبوك ان شاء الله. اصل الريف المصري على الفيسبوك سنه. اللهم صل على النبي يا باشا. يا استاذ عبد العظيم الريف المصري ده اصل الريف. اصل الريف المصري واحد ولا اثنين يا باشا؟ واحد. واحد يا حاج. هات هنا تعال ما تدخلش جوه. هستنى انا 10 دقايق لما اخلص راس البيان كلها. اللهم صل على النبي. ماشي يابا اتفضل يا باشا. اتفضل. استاذ عبد العظيم ديت. مع الف سلامة يابا. الوكيل مين؟ وكيل ربنا سبحانه وتعالى. وكيل ربنا جاي من مزرعة وسعادة بيقول كان مستعجل دكرة. بيقول دكرة. والله العظيم كان مستعجل دكرة من رزق اللي ياخدها. انا ببيع فاضي. تعالى هنا كده بص الحلبات. ببيع فاضي ما ببيعش عود. وارثك. بس الله اكبر. عاملة كام دي بقى؟ ديت الوكيل مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. لو كان ربنا ب 18100 جنيه. 18100 جنيه. جنيه. بس ان شاء الله. والتانية كده؟ ان شاء الله عدت العجلة. رزق بقى اللي ياخدها. الله يعمل رزق والله كانت سبب وسع جدا. والتانية اهي. اللهم صل على النبي. بس كده؟ سلالات. ما تعرفهاش بس يا معلم. دي عمرها قد ايه يا معلم؟ لا هي 9 اشهر. 9 اشهر؟ 8 اشهر. ادي الحلبات يا جماعة. عامله كام دي؟ بأمانة الله ب 15300. 15000؟ وكيل ربنا 300. 15300. هات بيت العرض كده بعد اذنك؟ لا كده خلصنا. كده خلاص؟ اه. اللهم صل على النبي. وربنا يحمي المال لاصحابه. معانا ست هم عشر واثنين تحت العشر. رقم تليفونك يا معلم حماده بعد اذن حضرتك كده 0100 65 91 789 بالصلاة على النبي. العنوان شلشلمون تبع مركز مينا الجمح محافظة الشرقية. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ربنا يحمي المال اصحابه ويبارك في صاحب النصيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.